بتبرعك بالدم تنقذ حياة إنسان. عنوان حملة نظمها مكتب خدمة المجتمع والبيئة والعيادة الطبية بالجامعة الحاضرة بالعاصمة طرابلس، بهدف دعم مصرف الدم المركزي بطريق الشط. الحضور والإقبال كان بشكل ممتاز اليوم من قبل الطلبة والطالبات ولا حتى من الطاقم الإداري اللي شاركوا في حملة التبرع بالدم. طبعا الهدف من حملة التبرع بالدم أو برنامج الحملات المعد من قبل المصرف المركزي، مصرف الدم المركزي طريق الشط، هو زيادة التوعية بأهمية التبرع بالدم ما بين الشباب ما بين فئة أو ما بين عموم الناس بصفة عامة. طبعا لأن احنا عندنا نقص ونقص شديد طبعا في الدم لفئة مهمة وشريحة مهمة من المرضى كمرضى الأورام وغسيل الكلى. الحملة التي استمرت 3 أيام لاقت إقبالا وتجاوبا من الطلبة المتبرعين لمصرف الدم، وذلك رغبة منهم في دعم كل أشكال التواصل مع المجتمع وتقديم الدعم الإنساني الممكن. يعني الجامعة هذه مش أول مرة تدير الحملة زي هذه، طبعا احنا عندنا كل سنة نديره في حملات تبرع بالدم، وكان يعني طريقة حضارية من الطلبة يتجهوا لسيارة تبرع بالدم ويتبرعوا، وننصح جميع الطلبة أنه هو اللي ما تبرع عشان هو يتواجد يعني جانب السيارة ويتبرع بالدم، وننصح الناس بصفة عامة يعني كمواطن أنه يتبرع بالدم. أول شيء أنه هو ينقذ حياة إنسان. بادرة ليست الأولى للتبرع بالدم، فطلبة جامعة الحاضرة ينظمون هذه الحملة سنويا لتغطية احتياجات المرضى ومن أبرزها النقص في الصفائح وبعض الفصائل، إضافة إلى أن التبرع يسمح للجسم بتجديد الدورة الدموية. إذن هي حملة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم والمساهمة في إنقاذ حياة أي شخص قد يكون أحد أفراد عائلة المتبرع أو أقاربه.